بسم الله. دلوقتي لو انا عايز اعدل في الواجهه بتاع برنامج البلندر، في عندي حاجه اسمها يوزر انترفيس. عشان ادخل على اليوزر انترفيس باجي هنا بدوس على الزرار دوت، بيقول لي انت عايز شكل الاديتور تايب يبقى ايه. ممكن تكون انت عايز تبرمج بلغه البايثون، ودي لغه برمجه مفتوحه المصدر ومجانيه. فايل براوزر، عايز تصفح الملفات الموجوده، انفو يديك معلومات، يوزر بريفرنس دي اللي احنا عايزينها، وده بيديني اللي انا اتحكم في واجهة البرنامج. يعني مثلا انا دلوقتي لما بقف على اي حاجة بيديني تول تايبس، بيديني معلومة بس بسيطة كده، لو شلتها مفيش حاجة تظهر لي خالص. فهو بيديني امكانية ان انا اشوف مثلا فيو نيم لو انا محتاجها، بيديني بعض الامكانيات في الانترفيس ان انا اتحكم في الواجهة نفسها. الايديتنج، اللينك ماتيريال تو هتربطه بايه، الاين تو انت عايز تشتغل على الاين للورلد ولا الفيو. الحاجات دي طول ما انت شغال ممكن تكون انت عايز تعدل حاجة بتيجي تعدل هنا. وان شاء الله كل ما نعوز حاجة هندخل على الواجهة ديت. الانبوت ده المفتيح اللي انت بتدوس عليه عشان تعدل حاجة. ممكن تكون انت عايز تعدل الاختصارات، اي اختصار منها تقدر تعدله، تكتب الاختصار اللي انت عايزه. هل انت متعود على شغل البلندر؟ هنا البلندر سيلكتد بالرايت مش بالليفت، تمام، عكس المايا او 3 دي ماكس. فهو ممكن يظبط لك الاختصارات كلها والحاجات حسب البرنامج اللي انت بتعوز تشتغل عليه. فانت بتشوف انت متعود سيلكت بأنهي زرار، الاوربت ستايل، تمام. الادنس دي ادوات مساعده ممكن تكون مش موجوده معايا في البرنامج، فانا اقدر استدعيها من هنا. يعني على سبيل المثال في حاجه مش موجوده هنا، حاجه اسمها سكرين، بتديني زي اول ما تدوس اي زرار تظهر عندي على الشاشه بحيث وانا بشرح. فانا محتاج الموضوع دوت، اقول له سكرين، اي سكرين كاست كيز، اروح مشغلها واقول له هنا سيف يوزر، وارجع لل3 دي فيو الاقيها ظهرت عندي، اقول له اظهرالي. فكده انا لما ادوس كليك شمال تظهر كليك شمال، لما ادوس حرف الايه هيكتب لي ان انت كتبت حرف الايه. فهتبقى اسهل كتير وانا بسجل، تبقى الناس عارفة انا دوست على الان زرار، تمام. طيب نرجع تاني للواجهة، ده زرار سكيب، يوزر بريفرنس، الزيمس، هل انت عايز تغير تخلي الالوان فاتحة شوية غامقة، عايز الوان معينة، الجريد نفسها عايز تديها لون، تبدأ تشوف ايه الالوان الاحسن ليك. فايل، لو انت حاطط الحاجات في اماكن محددة مثلا في فولدر للفونتات، تبدأ تشوف الفولدر بتاعك فين، تحدد المسار بتاعه، وبعد كده تقول له اكسبت، خلاص هو كده ياخد من المسار اللي هو سي او اي مسار انت حاطط فيه. ايمج اديتور، لو في برنامج محدد بتعمل بيه تحرير الصور. السيستم، الاوبن جي ال اللي هو المحرك يعتبر اللي البيلدر معتمد عليه. ساوند، هل انت هتشتغل بالاوبن ال ولا اس دي ال ولا انت مش هتشغل ساوند خالص. سكرين كاست، كام فريم في الثانية. يعني هي شوية اعدادات واحنا شغالين كل شوية، مثلا واحنا بالرندر هنحتاج حاجة ندخل نعدل هنا، بس نبقى عارفين الحاجات كلها موجودة فين دلوقتي. 3 دي فيو، نجرب مثلا حرف ال R A M، كل ما بكتب حاجة بتظهر معايا الاختصارات. مثلا انا دلوقتي مثلا عايز ادوس 5 مثلا قبل القرص، ادوس 5 برسبكتيف. لو انا مثلا دوست 0 هيجيب لي الكاميرا، فيظهر ما عندك ان انا دوست رقم 0. دوست مثلا رقم 3 هيجيب لي الرايت، 8 7 التوب، 6 يظهر الترفيه، 1 الفرونت. كل ما بتضغط زرار بيظهر معاك هنا انت انهي زرار اللي ضغطته، وده طبعا مفيد اكتر لو انت بتشرح.